وعم نتواصل وقت الزلزال انا ومكسيم ونشوف كيف بنقدر نساعد. كنت مع والدته بلحظات كثير، لانه قبل ما تكون والده مكسيم هي استاذتنا كلنا، الاستاذه الله يرحمها استيلا خليل، مسلسله الاخير اللي شو اسمه؟ ما شفته. بيقولوا له ابتسم ايها الجميلة. لا نحن بيقولوا مشان ما يقولوا يقولوا شو اسمه. لا انا ما شفته للاسف، ما شفته مع انه لازم شوفه. لاعتبارات سياسية ما شفتيه؟ ايه يعني تسجيل موقف. لا مو لا لا ما بدي ما بدي ما بحب شوف هيك شيء، يعني ما بدي اتوجع. ما خلاص صار وقت نحن انه نحب بعض، بس هدول الناس بحاجه انه كلنا نحب بعض. يعني انا كثير هلا بيجيني عتابات انه مالك شايفه الاطفال بادلب، لك انا شايفتهم بتمنى انه قطعة من قلبي اعطيهم. انا بحب كل سوريا، انا بحب كل السوريين. شكرا. اخطا مكسيم، هذا رأيه الشخصي، هو حرفي وجهة نظرك، رأيه مختلف. رأيه الشخصي ما دخلني برأي أي حدا، بس إنه ما إذا بشتغل معه بيجيني عمل موجود فيه مكسيم بشتغل معه وممكن نقعد نحكي، لأنه نحن ما حكينا. نحن مشكلتنا لما صارت هي قصص الحرب وهيك، ما حدا حكى مع حدا، ما حدا سمع حدا، بس ما حدا بده يسمع حدا. ما حدا بده يسمع حدا. بس أنا أكيد بتشرف إني اشتغل مع أي نجم سوري، أي نجم عربي، وبتمنى نقعد نحكي بهدوء ونوصل لسوريا الحلوة يلي بنحبها، يلي نحن الكل بدنا ياها، بس اختلفت الطريقة يلي بدنا ياها.